إخواننا، اتباع طريقة السلف ليست فقط في الاعتقاد، لابد تظهر على السلوك. النبي صلى الله عليه وسلم حمل حمى التوحيد، لم يحمي التوحيد فقط، حمى حمى التوحيد في العقيدة، في المعتقد، وقل وفي الأقوال وفي الأفعال. في الأفعال نهى عن الشرك، الطواف بالقبور، اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وفي الأقوال سد الطريق. قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. استغاثة، حكم هذه الاستغاثة جائزة، حي، حاضر، قادر، يعتقد أنه سبب. أغلق الباب، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت شرك أصغر أكبر أصغر. قال أجعلتني لله ندا، أجعلت لله ندا شرك أكبر، احتج عليه بالشرك الأكبر وهو شرك أصغر. بل ما شاء الله، كان الأصل أن يقول له بل ما شاء الله ثم شئت. سنتكلم عن هذه النقطة. أنت سلفي لا تتكلم بما يتكلم به العوام. يعني بعض الناس يقول الآن هذه المسألة جائزة، جائزة عند العامي، أما أنت طالب علم سلفي على طريقة السلف لا تتكلم إلا بالكتاب والسنة، تحقق التوحيد حتى في الألفاظ.